صباح الخير يا منى، وخلينا نقول الأغنية الشهيرة بتاعت مطربنا الجميل محمد فوزي، القمح الليلة يوم عيده يا رب تبارك وتزيده. قبل كده في صباح الخير يا مصر ربما عرضنا لحضراتكم حلقة خاصة عن آلاف الأفدنة اللي اتزرعت قمح وخير في توشكا. النهاردة بقى احنا بنضم القمح أو بندرس الغلة بلغة إخواتنا المزارعين. النهاردة احنا متواجدين في عدد كبير جدا من المحافظات من إبلي وبحري، هنكون وسط الناس مع المزارعين في الأرض مع المسؤولين في الصوامع في شوان التخزين، هننقل لحضراتكم الصورة الكاملة لحصاد القمح. النهاردة هنكون موجودين لكم خير مصر اللي مالي الغيطان، موجود في كل الأماكن، هنلاقيه في بني سويف والفيوم والشرقية والغربية والمنوفية وكمان البحيرة. خير بيطمنا على محصول القمح في مصر، بيرسم الفرحة على وشوش المزارعين اللي بيحصدوا نتيجة جهدهم وتعبهم. الحقيقة الدولة بتقدر كويس قوي وبتقدر كويس قوي مجهود المزارعين طول الموسم، وعملت حوافز للتوريد وسهلت كل الإجراءات الخاصة باستلام القمح في الصوامع والشوان في كل المحافظات يا مصر. صحيح، ودايما يعني بنقول ان موسم القمح ربما اللي احنا فيه ده من اهم المواسم على الاطلاق. ليه قمح تحديدا؟ ليه بنتكلم على القمح؟ لان هو بالنسبه لنا هو رغيف العيش، هو السلعه الاستراتيجيه اللي الدوله بتهتم بيها بشكل خاص. عشان كده بنشوف اهتمام متزايد من الدوله والحكومه بزياده مساحات الاراضي المزروعه بالقمح سواء في الدلتا او في وجه ابلي او من خلال الاف الافدنه اللي تم استصلاحها في المشروعات القوميه. القمح مش سلعه بس استراتيجيه، ده القمح ده بالنسبه لنا في مصر بيعتبر رقم واحد بالنسبه للمواطن المصري. بتتكلمي في المخبوزات، بتتكلمي في الدقيق، بتتكلمي كل حاجه ليها علاقه بالقمح ربما المصريين مرتبطين بها. عشان كده احنا بنتوقع ربنا يرزقنا موسم حصاد استثنائي هيوفر 10 مليون طن قمح، وده طبعا هيساعد ان هو يخلي عندنا السنه دي احتياطي استراتيجي امن وكافي من القمح ويخلينا مطمنين على رغيف عيشنا. بنصبح على حضراتكم، صباحكم كله رزق، صباح الخير يا مصر. صباح الخير.